عليكم، رمضان كريم جمهورنا الكريم، إن شاء الله تصوموا بالصحة والعافية مع العائلة مع الأحباب، وطبعا تكمل الفرحة قاع في سهرية رمضان، تتلاقوا مع لمة العائلة، وما تنساوش باللي برنامج فرصة راح يرافقكم طيلة هذا الشهر الفضيل. باش تشاركوا معنا حاليا رانا متواجدين في المركز التجاري كريس لاين، باش تشاركوا طبعا تجاوبوا على الأسئلة ونقدموا لكم جوائز. لايف اللي هو الراعي الرسمي للبرنامج حاضر معنا باش تانيك يكون عندكم فرصة باش تربحوا جوائز مقدمة من طرف لايف. مشاهدينا مع المتشارك رقم واحد، نشوفوا العدد نهار اليوم اسكو راح يجاوب ديجا على الأسئلة ونسكروا السوق ولا مازال رحلة البحث عن الفائز. مرحبا بك عمو، مرحبا بك. مرحبا بك. لاباس الحمد لله. اسم من فضلك؟ الاسم عبد الرزاق محجوبي. عبد الرزاق، عمي. نعم. عبد الرزاق. نعم. من ورقلة ولا من وين؟ من ورقلة. نعم. الله يبارك. الله. كيفاش الأجواء في ورقلة؟ رمضان كيفاش؟ كما ترين نحن في تحضير، في تحضير لهذا الموسم. والسهرة كيفاش موالفين تقولوا في رمضان؟ والله السهرة تبدأ عندنا بالتراويح دائما. إيه. ثم سهرات عائلية يعني عادي. سهرة عائلية، ما تخش مع أصحاب. نادر يعني. نادرا الا اذا كان يعني مناسب. زايرين الحاله في الدار ولا لا؟ لا لا ما كاش. كيفاش قول لي؟ وكيفاش مع القضيان مع التوجاد مع عادي عادي عادي؟ ما عندكش انت هذاك في الطابله ولازم تحط الحاجه الفلانيه وما تتشرطش؟ عادي عادي يا خويا، نعم الله يبارك. حاله خاصه يعني في التحضيرات، لكن ماهيش مش مبالغ فيها. كما انت ماشي الجماعه اللي تقلق في رمضان، ما يغلبكش رمضان. لا لا الحمد لله، بالعكس رمضان نفرحوا به احنا. الحمد لله. كاين عباد يديروا السبه برمضان، يقول لك انا مقلق ما تهضرش معايا، راني صايم. السبه السبه برك، هذيك ما كاينش. هيا خلاص. احنا نوحلوا كل شيء في رمضان، لكن هي في انفسنا مش في رمضان. عندك الحق. دونك عمي عبد الرزاق، جبناك اليوم باش تشارك معنا في برنامج الفرصه، راح نقدموا لك زوج اسئله. إذا جاوبت السؤال الأول بطبيعة الحال راح تمر للسؤال الثاني. دونك السؤال الأول يقول وش هي رابطة الشعوب البريطانية؟ يعني رابطة الشعوب البريطانية وش يسموها؟ رابطة الشعوب البريطانية. اسمها نعطيك اسمها بالإنجليزية ولا كيفاش؟ لا لا عطيني بالعربية عادي. مجموعة الإنجلو ساكسونية. إنجلو ساكسونية نو. مش هكذا المجموعة البريطانية. هي تبدا بحرف الكاف. هاني نعاونك شوية. مجموعة الشعوب البريطانية. دول حاجة هكا. كاينة إجابة؟ إيه نتذكرها. مش كونفدرالية، مش كونفدرالية، حاجة هكذا. والله ما غابت لك المعلومة. معليش. يعطيك الصحة على المشاركة تاعك. طبعا وجهك عزيز ما خلوكش تروح معك. دونك حبينا نقدموا لك جائزة مقدمة من طرف الراعي الرسمي للبرنامج، منتجات حضنة حليب. ما خلوكش تروح يديك فارغين، دونك تفضل. يعطيك الصحة وربي يحفظك. رمضان كريم. يعطيك الصحة. الإجابة ما لقيناهاش عند عمي عبد الرزاق، إن شاء الله نلقاها عند متسابق آخر، خليكم معنا. في انتظار المتشارك رقم اثنين باش نشوفوا اسكو راح نلقاو ولا نلقاو عندها الاجابه. بون بنتي راها جايه ديجا المتسابقه، دونك قربي 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 ارواح. انا نستناو فيك ديجا. السلام عليكم. السلام. واش اخبارك؟ الحمد لله. صحه لاباس؟ الحمد لله. الوليد متعبك شويه؟ الحمد لله. هاي شويه لابس. شويه برك، معليش بردي قلبي، قولي صح. متعبني ياسر. صح، جميل الحمد لله. نتعرفوا عليك، الاسم من فضلك؟ رانيا. رانيا، الله يبارك. رانيا عندك غير هذا الطفيل ولا؟ عندي هذا. الله يبارك. احمد جواد. الله يبارك، ربي يكبره في طاعته. كيفاش راكي مع التوجاد مع قضيان رمضان؟ والله الاجواء الرمضانيه ديما عندها نفس الاجواء كل عام، تحضيرات ما كتشوف في القضيان. لما عن جدد. تبردي قلبك، ديري سبب رمضان. يعني العام كامل تحطي هذاك المنقر في جنب نورمال. لازم يتشرى في رمضان، لازم. دونك شوفي رانيا، المسابقة تاعنا تقول بلي ندير زوج أسئلة، إذا جاوبتي على الأول راح تمري للثاني. إن شاء الله. دونك السؤال الأول يقول ما هي رابطة الشعوب البريطانية؟ وش هو اسم رابطة الشعوب البريطانية؟ باش نسهل لك شوية. عطيني شوية خيارات. اتحاد سياسي يضم 56 دولة. دونك راح يكون الاسم الأول راح يكون دول. وش هي الدول وشنو؟ يعني كملي لي البقية.
الدول يكون قصدك منظمة الدول كذا؟ لا لا، ناحية منظمة عندنا غير كلمتين، دول والكلمة الثانية وشنو؟ فكري فكري فكري. والحلف الناتو؟ لا لا، ماشي حلف الناتو. زيد زيد زيد. بريطانيا العظمى، خيارات شوية. بريطانيا العظمى، المشكل في الخيارات حتكون الإجابة واضحة جدا يعني. دونك تفكري دول، اتحاد سياسي، 56 دولة. في تعليق معلومة هذه أكيد. أه هي. المشكل احنا المعلومة كي نحوسوا عليها تهرب. أكيد خمنت فيها أكيد كانت تعليق. دول. دول 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 دول. والو معلومة ما كانش. ها كاينة صغيرة. أه هي معليش. فرصة للتفكير. شوفي مرات المعلومة اللي تجيك في راسك تحقريها هذي قوليها. دول تحالف دول. اها اسم شوية غريب. الأوبك. اها منظمة اقتصادية. ماشي الأوبك. اوكي عندك الفرصة الأخيرة. شوفي أنا لا عاجبني إصرارك أنك تلقاي الإجابة. إيه على بيع تعني على بيع. المشكلة على بالي بلي كملوا دوكا تعاود تجيك الإجابة. الإجابة. الاستعانة بجمهور. يعني شوف الجمهور من هيك ما عندوش إجابة. والو. دونك خلاص الإجابة ما لقيناهاش رانيا. للأسف حنا كنا حابينك تربحي معنا وطبعا حنايا ما كانش اللي يجي يروح يديه فارغين. دونك راني يعطيك الصحة على المشاركة تاعك، حنقدموا لك جائزة مقدمة من طرف الراعي الرسمي للبرنامج منتوجة التنظيف. جيسبر تكوني مازال ما شتيهمش، مقدمة من لايف. شكرا. كاش ما حبيتي تقولي في الأخير؟ شكرا ربي يحفظكم على هذه المسابقة هذه والمبادرة. بارك الله فيكم، رمضان إن شاء الله كريم، تعيدوا بالصحة إن شاء الله من هنا، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الله يسلمك، وتحية للزوج اللي راه في الكويت. تحية للزوج، تحية لأهل الزوج، تحية للأم. في المقام الأول. أمي. تحية لبابا عبد العزيز زياد، تحية ياسر، كل عام وأنتم إن شاء الله تعيدوا بالصحة. وأنت سالمة إن شاء الله. سموا بالصحة هنا إن شاء الله. إن شاء الله صحيح. دونك مشاهدينا مازال ما لقيناش الاجابه على السؤال الاول، نروحوا نشوفوا متسابقين اخرين وان شاء الله حنلقاو عندهم الاجابه. انتم ما تروحوش بعيد، خليكم معنا. مشاهدينا مع متسابق اخر معنا عمي الطيب، نشوفوا يهضر عمي الطيب راح نلقاو عنده الاجابه تاع سؤال نهار اليوم ولا لا. مرحبا بك عمي الطيب. بك اهلا، مرحبا بكم. واش اخبارك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. عمي الطيب انت من ورقله ولا من وين؟ من ورقله. الله يبارك. ايه. وين اكزاكت ورقله؟ من عاش سعيد عتبه. سعيد عتبه الله يبارك، مرحبا بكم ناس سعيد عتبه. وانا انا نحسبك جلفاوي اللهجه شويه. لا 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 والو، انا اصلي من والو. قولي والو تاع ورقله هذه. ورقله لا معليش. اه معليش، عجبتك الجلفه؟ نبدلوا الجلفه لا ورقله. لا الجلفه ورقله، كل الولايات قاعد كيف كيف قاعد احنا زايين خوه. اه قولي واش دير بحياتك عمي طيب؟ متقاعد. الله يبارك. شحال عندك بلي تقاعدت ولا فتره كبيره؟ عندي واحد دوك واحد دوزون. مازال مازال راك مازال تتعود على الحياه والراحه ويخي. والو شويه كنت عندي مده كنت شويه مريض والحمد لله تعافيت ان شاء الله. ان شاء الله الله يتمم لك ان شاء الله الصحه والعافيه. دونك عمي طيب السؤال الاول مازال ما لقيناش الاجابه تاعو، جيسبر برك نلقاوها عندك ان شاء الله. دونك سؤال يقول رابطه الشعوب البريطانيه وش هو الاسم تاعها؟ تعرف باسم ماذا؟ اسم كومنولث. اها إيه. دول الكومنولث اي تاع بريطانيا. الله يبارك راه عندك راه عندك الاجابه. دونك راك ضمنت معنا الجائزه تاع السؤال الاول. عندنا ثانيك سؤال ثاني ثانيك ان شاء الله تجاوب فيه باش تربح معنا الشاريو اللي مقدم من طرف مركز تجاري كريست لاين. قبل ما نستلموا تاع الجائزه او سؤال ثاني نروحوا نستلموا الجائزه تاع السؤال الاول اللي هي مقدمه من طرف الراعي الرسمي للبرنامج. عندنا منتجات حضنه حليب، تفضل باش على الاقل ما يروحش يديك فارغين الا ما جاوبناش على السؤال الثاني. دونك السؤال الثاني يقول متى اين ومتى اقيم اخر مؤتمرات القمه العربيه؟ هذا بطبيعه الحال في الجزائر. اخر ما هي. وشنو سنة؟ العام الفائت.
2022 2022 الله يبارك شغل خلاص ما زيدوش نحوسوا دوك على الفائز راه قدامنا ربي يحفظك يا بنتي يعطيك الصحة عميد شوف عميد دوك ربحت معنا شاريو بصح القواعد واش تقول الشاريو دوك لازم تعمرو وما لازمش ديباسي المبلغ المطلوب اللي هو 300000 وكي تعمر انت راك موال بالقضية راك تعرف افي بري حالة هذه راح ديباسي 300000 ولا مش حديباسي ان شاء الله يا اخي دوك واش راح نديرو نجيبو الشاريو الفارغ نعمروه ونعاود نوليو صح ربي يحفظك صح ها وجا شاري وحده ديجا عمي طيب على حسابها صافا يعرف مصلحه شوف دقيقة خلاصت مرحبا بك ما اهلا هاني جبت القضيه اللي تحتاجو مش اللي تحتاجو بصح عدد المبلغ اللي قلتوا لي عليه هاي خلاص ان شاء الله ما يتزوجش ان شاء الله دوك شوفوا شو حنديروا عمي طيب نروحوا لاكاس نحسبوا المنتجات اسكو دي باسات المبلغ ولا لا لا ان شاء الله ما تكونش دي باسات برك وان شاء الله باش ما يروحناش الشاري وان شاء الله ايوه تعبنا عليه دوك لازم يرجع صح معليش هاي نروحوا لاكاس ونعاودوا لك هاي نمشوا لاكاس صح عمي طيب فرحني 282 282 ايه زيد 288 هاي زيد ما راحش الشاري واد لا باش الله دونك واش نقول لك عمي طيب تشرفنا ديجا بمشاركة تاعك معنا وشكرا لكم انتوما وشكرا لقناة البلاد يعطيك الصحة وما ننساوش نشكروا كريس لاين اللي هما ونشكروا ثاني مؤسس كريس لاين طبعا اللي الشاري هذا مقدم من طرف المركز نشكرها بزاف رمضان كريم كاش ما حبيت تضيف تحياتي كاع للشعب الجزائري يعطيك الصحة دونك مشاهدينا راح نختموا الحلقة بعمي طيب ما تنساوش مازال كاين أعداد أخرى ومازال كاين فايزين واحد أخرين إن شاء الله تكونوا أنتم ضمن قائمة الفائزين للأعداد الجاية خليكم معنا ما عندكم وين تروحوا مازلنا مولين هيا سلام